عزيزي المشاهد، من جلس في بيته فهو شهيد وإن لم يمت بسبب الوباء العالمي، وهو يمثل الطاعون. نعم صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من رجل يقع الطاعون فيمكث في بيته صابرا محتسبا، يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له، إلا كان له مثل أجر الشهيد. صحيح رواه أحمد. فقال ابن حجر رحمه الله: اقتضى منطوقه أن ما اتصف بالصفات المذكورة يحصل له أجر الشهيد وإن لم يمت. حفظكم الله ورعاكم.